شهر رمضان الكريم حث للناس وزرع لروح المسابقة والتنافس في الخيرات. ففي رمضان تفتح مجالات الخيرات وميادين المشاريع الإيمانية وتكثر أبواب الخير، فيبقى على الناس التنافس والمسابقة إلى الخيرات والمغفرة، تطبيقاً لقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فأهل الغنى بأموالهم، وأهل العلم بتعليمهم وفتاواهم، وسائر الناس بعباداتهم وختمهم لكلام ربهم وقيامهم وصلاتهم. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم وانعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ عليكم.